الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي قسم المحركات البحرية، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم على الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم. الأول نعرف إيه هي العجلة المنتظمة. هي الحركة التي تتغير فيها السرعة بمقادير متساوية في فترة زمنية متساوية مهما صغرت هذه الفترات. السرعة الابتدائية عند صفر، الوحدات بتاعتها هي وحدة سرعة عادية، سنتيمتر للثانية أو متر للثانية أو كيلومتر كل ساعة. العجلة المنتظمة الرمز بتاعها جيم، سنتيمتر كل ثانية تربيع أو متر لكل ثانية تربيع، والزمن دائما بيكون بالثانية. السرعة النهائية عين، وحدتها زي السرعة الابتدائية بالظبط، سنتيمتر كل ثانية أو متر كل ثانية أو كيلومتر كل ساعة. تعال نشوف القوانين اللي انا بستخدمها على اي جسم بيتحرك في خط مستقيم، اي حركة افقي. اول قانون بيقول لي ان السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية زائد او ناقص ج ن. استخدم الناقص بس لما يجي يقول لي العجلة تقصيرية، او يجي يقول لي ان السرعة النهائية اقل من السرعة الابتدائية. والقانون التاني فيه بتساوي المسافة بتساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نص في العجلة في الزمن تربيع. والقانون التالت عين السرعة النهائية تربيع بتساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد اتنين ج ف. ناخد مثال نطبق على القوانين واحدة واحدة. بيقولي بدأ جسم من السكون على طول، لا، السرعة الابتدائية بتبقى بصفر عشان الجسم بدأ من سكون. العجلة 3 سنتيمتر كل ثانية تربيع، احسب سرعة هذا الجسم بعد 4 ثواني من بدء الحركة، بعطيني الزمن ب4 ثواني. بكتب القانون عين صفر بتساوي صفر لان الجسم بدأ حركته من السكون. القانون الرئيسي اللي انا هستخدمه عين بتساوي عين صفر زائد ج نون. عين بتساوي عين صفر بصفر زائد جيم العجلة بتلاتة مضروبة في نون اللي هو 4، يبقى السرعة طلعت عندي ب12 سنتيمتر لكل ساعة. شوف مثال تاني يقول لي اوجد مقدار العجلة التي يتحرك بها جسم اذا كانت سرعته الابتدائية 750 سنتيمتر لكل ثانية. السرعة الابتدائية اللي هي يا ولاد اللي هي عين صفر، والسرعة النهائية بتاعته 600 سنتيمتر كل ثانية في زمن قدره 15 ثانية. الحل يقول لي اذا كانت السرعة النهائية اصغر من السرعة الابتدائية زي ما انت شايف، السرعة النهائية 600 والسرعة الابتدائية كام؟ 750، يبقى على طول اخد العجلة تقصيرية والقانون يكون بالسالب، عين بتساوي عين صفر ناقص ج ن. ليه استخدمت انا ناقص؟ لان السرعة النهائية اقل من السرعة الابتدائية. هنعوض، نشيل السرعة النهائية نحط 600، نشيل السرعة الابتدائية نحط 750، ناقص ج في الزمن اللي هو 15، يبقى 15 ج هتساوي 750 ناقص 600 هتساوي 150 على 15، يبقى 10 سنتيمتر كل ثانية تربية. طبعا مش هنفع احل اي مسألة الا لما اكون اوريدي انا راجل حافظ القوانين واعرف الوحدات. قانون بعد كده ان هو المسافة بتساوي السرعة الابتدائية في نون زائد نص ج ن تربيع. ناخد مثال عليه، بيقول لي بدأ جسم حركته من السكون بعجلة منتظمة 72 متر كل ثانية تربيع. بيقول لي بعد كام ثانية، يبقى عايز الزمن على طول، بعد كام ثانية يقطع مسافة قدرها 3.6 كيلو متر. بكتب القانون بتاعي، بعرف ان ايه عين صفر بصفر. ليه؟ لانه بدأ الحركة من السكون. وعوض في القانون تاني، فيه بتساوي عين صفر بصفر في نون، خلاص ده بصفر. اتفضل عندي ايه بقى في القانون؟ نص جيم نون تربية، يبقى المسافة 3.6 واضربها في 1000 عشان احولها الى متر، يبقى 3600 متر، بتساوي نص في العجلة
72 مضروبة في نون تربيع، ومنها نطلع نون تربيع بتطلع بمية، ومنها الزمن بيساوي 10 ثواني. ناخد كمان مثال: يتحرك قطار في خط مستقيم بسرعة 72 كيلومتر كل ساعة وبتقصير منتظم. أول ما يقولي تقصير أحط سالب في القانون، مقداره 40 سنتيمتر كل ثانية تربيع، يعني العجلة ب40 سنتيمتر كل ثانية تربيع. أوجد متى، عايز الزمن، وأين، عايز مسافة، يقف القطار 72 كيلومتر كل ساعة، بضربها في 250 على 9 عشان أحول السرعة دي لسنتيمتر كل ثانية. يبقى السرعة الابتدائية بتلعب بكام؟ ب2000 سنتيمتر كل ثانية. وعوض في القانون يعني بتساوي عين صفر زائد جيم نون. السرعة النهائية بصفر لأنه هيقف القطار والعجلة تكسيرية، يبقى صفر بيساوي عين صفر ب2000 ناقص جيم ب40 نون، ومنها نقدر نطلع النون بتطلع 50 ثانية. طب المسافة، باخد القانون بتاع المسافة، فيه بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، فيه بتساوي عين صفر ب2000 في نون طلعتها لسه ب 50 ثانية ناقص نص جيم ب40 في نون تربيع، يبقى 50 تربيع. وبقدر اطلع المسافة بالسنتي واقسمها على 100 علشان تطلع بالمتر. قانون التالت: عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. واخد مثال عليه: تتحرك عربة بعجلة تقصيرية، تقصيرية يعني القانون فيه سالب. فإذا كانت سرعتها الابتدائية عين صفر تساوي 5 متر كل ثانية، وبعد أن صارت مسافة 1.5 متر أصبحت سرعتها 4 متر كل ثانية، احسب قيمة جيم والزمن الذي قطعت فيه هذه المسافة. بكتب القانون وهو في عجلة تقصيرية، يبقى بالسالب، وعوض تعويض مباشر. طلع منها جيم بتساوي 3 متر كل ثانية تربيع. واخد القانون الاول خالص: عين بتساوي عين صفر ناقص جيم نون عشان عجلة تقصيرية، وعوض تعويض مباشر، واقدر اطلع ان الزمن بيساوي 3 ثانية. يبقى هيقف هذا المسافة اللي قطعتها، المسافة اسف العجلة طلعتها له ب 3 متر كل ثانية تربيع، وطلعت له الزمن كمان بطولة ثانية.